رجل يقرأ القرآن وخرج منه ريح، هل يرجع ويتوضأ؟ إن كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فليستمر في القراءة، لأن قراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر. وإن كان يقرأ القرآن من المصحف فإنه لا يمس المصحف إلا بعد الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. فعليه أن يتوضأ ثم يعود ويمسك المصحف ويقرأ. نعم.